أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حوار مع جان لو. بعد يومين أي الأول من يوليو المقبل يصادف الذكرى سنوية 20 لعودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم. وعلى مدار 20 سنة الماضية شهدت هونغ كونغ ازدهارا اقتصاديا واستقرارا سياسيا بفضل تنفيذ سياسة دولة واحدة ونظامان، ما عمل على بناء اقتصاد حار ومنفتح أكثر، حتى أصبحت هونغ كونغ أهم مركز في مجالات التجارة والسياحة والنقل البحري والدعم اللوجستي. كيف نقدر النتائج التي جلبتها سياسة دولة واحدة ونظامان في هونغ كونغ خلال 20 عاما الماضية؟ وما الإنجازات والتحديات التي واجهتها هونغ كونغ خلال عقدين من الزمن؟ لتسليط الضوء على هذا الموضوع نستضيف اليوم في البرنامج الحوار السيدة والسيد، وهما أستاذة ابتسام مولاي باحثة وخبيرة إعلامية مقيمة في الصين، أهلا وسهلا. والدكتور فوجي مينغ أستاذ من جامعة بكين، أهلا وسهلا أيضا. أهلا وسهلا. فنبدأ حوار اليوم بعد متابعة التقرير التالي. يصادف هذا العام الذكرى 20 لعودة هونغ كونغ إلى الصين وتأسيس منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وبالجهود مشتركة على مدى السنوات 20 الماضية، استفادت هونغ كونغ من تنفيذ سياسة دولة واحدة ونظامين، وحققت تقدما في جميع المجالات. استعادت حكومة الصين سيادتها على هونغ كونغ في الأول من يوليو عام 1997، وفي ذلك الوقت تأسست رسميا منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية، وطبقت حكومة الصين سياسة الدولة واحدة ونظامين التي تضمن لهونغ كونغ المحافظة على نظامها الرأسمالي ونمط حياتها السابق لمدة 50 سنة في سبيل الحفاظ على الازدهار والاستقرار في هونغ كونغ. أعلن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2017 الصادر عن المعهد الدولي لتطوير الإدارة في مدينة لوزان السويسرية في 31 مايو أن هونغ كونغ تحتل المركز الأول للعام الثاني على التوالي بين 63 اقتصادا عالميا، وتليها سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة. ويقيس تقرير تنافسية الدول عبر 4 جوانب رئيسية، وهي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية. وحافظ هونغ كونغ على المرتبة الأولى عالميا للعام الثاني على التوالي في كفاءة الحكومة وفعالية بيئة الأعمال، كما قفزت من المركز 21 إلى المركز 20 في البنية التحتية. فأستاذة ابتسام، نبدأ الحوار معك. فيبدأ تنفيذ سياسة دولة واحدة ونظامان في هونغ كونغ منذ عام 1997، حيث عادت هونغ كونغ إلى أحضان وطن الأم، وحتى الآن قد مرت 20 سنة. وفي الحقيقة كانت السياسة من أفكار القائد الصيني الأسبق دينغ شياو بينغ لحل المشاكل التاريخية في هونغ كونغ وماكاو وتايوان. كيف الإنجازات أو النتائج لتنفيذ هذه السياسة في الصين؟ نعم، أولا لنذكر السادة المشاهدين بمبدأ بلد واحد ونظامان الذي طرحه الزعيم الصيني الراحل دين شاو بينغ في 80 القرن الماضي، والذي يتمثل بإعادة توحيد الصين تحت راية بلد واحد وسياسة واحدة، دون أن يكون هناك بأس في بقاء المناطق الصينية هونغ كونغ ومكة وتايوان على نهجها السياسي والاقتصادي الخاص بها. واليوم وبعد مضي 20 سنة على رجوع أو عودة هونغ كونغ إلى حضن الوطن الأم الصين، يمكن أن نرى نتائج ذلك وتقييمها بشكل موضوعي وواقعي، بعيدا عما يحاول المشككون تصويره من خلال تقاريرهم ووسائل إعلامهم. يعني أكيد أيضا ما يمكن أن نقوله أيضا، على مدار 20 عام الماضية لم يتغير النظام الرأسمالي في هونغ كونغ، وأيضا بقي القانون على حاله تقريبا، واصل المجتمع والاقتصاد النمو والتطور بشكل مضطرد،
وكل هذا جاء وتم بدون أي تدخل سلبي أو سلطوي من الحكومة المركزية في البر الرئيسي الصيني التي قامت بحماية ودعم الاستقرار في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بكل الوسائل الممكنة، وحرصت كل الحرص على إبقاء الأمة الصينية متحدة وعلى قلب واحد. وهذا ما أكدته الكثير من التقارير الغربية التي قالت إن المنطقة باتت اليوم تشهد تطورا وازدهارا ونموا نتيجة اندماج اقتصادها بصورة أفضل مع اقتصاد البر الرئيسي الصيني، ما أعطاها قوة دفع تنموية سريعة وزاد فرص الأعمال فيها. هناك جانب آخر وهو الحرية السياسية، أسهمت بشكل كبير في دعم القدرة الاقتصادية في المنطقة، وهذا ما أكد عليه الرئيس التنفيذي الأسبق لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عندما قال إن تطبيق مبدأ دولة واحدة ونظامان حقق نجاحا كبيرا. فيما أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يزور هونغ كونغ حاليا أن الأعوام العشرين الماضية أثبتت أن مبدأ دولة واحدة ونظامان لا يمثل فقط أفضل الحلول التاريخية لقضية هونغ كونغ، ولكن يمثل أيضا أفضل ترتيب مؤسسي لرخاء هونغ كونغ واستقرارها على المدى الطويل منذ عودتها. نعم، شكرا جزيلا. فكان قال أستاذ ابتسام، قد وصل يعني رئيس الصيني شي جين بينغ مع عقلته بونغ يوان إلى مطار هونغ كونغ الدولي صباح اليوم، حيث ألقى كلمة قصيرة في المطار أيضا. ونعرف أن رئيس الشي سيقوم بزيارة هونغ كونغ هذه المرة للحضور في مراسم الاحتفالات بمناسبة الذكرى سنوات العشرين لعودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم. كما سيقوم بجولة تفقدية في المنطقة. فأستاذ فو، كيف ترى أهداف زيارة رئيس الشي هذه المرة في هونغ كونغ؟ أعتقد أن هذه اليوم تقريبا أول يوليو هذه السنة هي يوم مهم جدا بالنسبة إلينا، لأنه هو يوم القمادة على عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم لعشرين سنة. فهذه اليوم بالنسبة إلى نحن تستحق لذكريات لهذا الوقت، لأن خلال هذه الأوقات العشرين سنة قد حصلت هونغ كونغ على منجزات كبيرة جدا، ليست في الاقتصادية فقط، لأن كانت هونغ كونغ مركز الاقتصادي والشؤون المالية في العالم، وأيضا تحافظ على هذا المركز، ما زال هذه المكان المهم جدا في هذا المجال أيضا. وأيضا قد تطورت تطورا كبيرا جدا في المجالات أخرى، مثلا في أو في مثلا في النقل أو في هذه البنوك العالمية أيضا. وفي نفس الوقت يعني قد حصل في أماكن الأخرى، مثلا في التعليم والثقافة أيضا، وخاض كل هذه المنجزات بسبب العودة هونغ كونغ إلى الصين خلال هذه 20 سنة، وخاصة بعد تنفيذ سياسة الدولة الواحدة النظامان التي طرحها الزعيم دونغ شاوبين قبل يعني سنوات الماضية. هذا يدل على أن فكرته وموهبه وذكائه لهذه، لأن هذه هي طريقة مهمة جدا لحل هذه المشكلة بين الدولتين، بين يعني نظام مختلفة. هذا هو، فيعني ممكن نقول إن تنفيذ سياسة الدولة الواحدة والنظامان في الدولة الواحدة هذه منجزة مهمة جدا، يمكن نحن نعلنه ونعلمه لكي يكون هناك النمط مهم جدا للدول الأخرى. وبالنسبة إلى الوصول أو بالنسبة إلى زيارة رئيس شي جين بينغ لهونغ كونغ لهذا اليوم، ليكون هناك الأهداف أو المعاني مهمة جدا. الأول، نحن سنقدم، لأن الوطن الأم يقدم لهم ويعبر عن اهتمامهم وتشجيعهم لما حصلت على نتائج في هذه السنوات في هونغ كونغ. هذا هو شيء مهم جدا لكي يعني الحكومة المركزية تعترف بمنجزات التي حصلت لهونغ كونغ. والثاني، نحن نريد أيضا رئيس شي جين بينغ سيلقي خطاب كما قال الخطاب في المطار، وأيضا في حفلة افتتاح الاحتفال بالذكرى الجن العام لعودة هونغ كونغ سيلقي رئيس شي جين بينغ خطاب آخر. فيعني كثير من الجماهير وأيضا الجميع من أهل هونغ كونغ هم ينتظرون إلى هذا الخطاب. أعتقد خلال هذا الخطاب سيعبر رئيس شي جين بينغ في هذا الخطاب عن الهدف
نحن سنحققها في هذه المنطقة، وأيضا عن أي مساعدات أي تأييد ستلقى من المركز الوطن الأم. وأيضا هذه هي المساعدات نحن سنستمر في نقدم لهونغ كونغ. وأيضا هناك الهدف الثالث، هو نحن نعبر عن عزمنا وعقدنا وفكرتنا في محافظة وتنفيذ سياسة الدولة الواحدة والنظام النظامان في دولة واحدة. هذه السياسة، لأن هذه السياسة ناجحة جدا في هونغ كونغ. فخلال هذه الأهداف أعتقد هي زيارة مهمة جدا. نعم طبعا، كما قال أستاذ فو، إن هونغ كونغ شهدت تطورا جيدا بفضل تنفيذ سياسة دولة واحدة ونظامان هذه السنوات. وأيضا نعرف قال دونغ جيانخوا وهو الرئيس التنفيذي لحكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الأول، وهو أيضا نائب رئيس مجلس دولة للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، قال إن أداء الاقتصادية لهونغ كونغ خلال 20 سنة الماضية ليس سهلا، لأن هونغ كونغ شهدت أزمة مالية وانتشار وباء سارس بعد عودتها إلى الوطن الأم، ولكن هونغ كونغ انتعشت وبدأت تتطور من جديد. فأستاذ ابتسام، كيف ترى جهود حكومة الإدارية والحكومات المركزية في حل هذه المشاكل ومواجهة هذه الصعوبات في تطور هونغ كونغ؟ نعم، منذ عودتها سنة 1997 تواجه منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تحديات كبيرة، بدءا من الأزمة المالية الآسيوية في نفس العام وما خلفته من آثار وصدمات كبيرة اقتصادية، وكما تفضلت انتشار فيروس سارس عام 2003، ولا ننسى بالطبع الأزمة المالية العالمية عام 2008، إلا أن المنطقة بقيت صامدة ودون أي تأثيرات كبيرة على تطورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. طبعا هذا كان بفضل الدعم الذي لقيته من قبل البر الرئيسي الصيني، الذي يعني حافظ على تواصل وتنسيق كبيرين من أجل ضمان عدم المساس بمبدأ دولة واحدة ونظامان، والعمل على تنمية المنطقة بزيادة الدعم الاقتصادي وأيضا تنفيذ المشاريع المشتركة على الجانبين واتخاذ الإجراءات والتدابير التفضيلية والتشجيعية أيضا لتسهيل عمل الشركات بين هونغ كونغ المنطقة والبر الرئيسي. وأيضا هناك جانب آخر، هو التواصل على المستوى السياحي والثقافي والشعبي لتعميق أواصر وتلاحم بين أبناء الأمة الصينية الواحدة، وهذا ما أكدت عليه الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والتي ستتولى منصبها في الفاتح من يوليو 2017، حيث قالت إن الحفاظ على ازدهار هونغ كونغ واستقرارها هو هدف مشترك لحكومة المنطقة والحكومة المركزية، مع التمسك بمبدأ دولة واحدة ونظامان لضمان إدارة المنطقة بشكل أكثر شفافية وانفتاحا وأيضا شمولية. وأيضا أضافت أنه لا ننسى أن يوجد تحديات ضخمة تواجه المنطقة، والتي تتمثل أو بسبب بطء التطور الاقتصادي العالمي وتزايد نزعة الحمائية، وكل هذا يجعل من التنسيق والتعاون المشترك والعمل المشترك مع البر الرئيسي الصيني اختيارا استراتيجيا لابد منه. نعم طبعا، فنعرف أن هونغ كونغ ما زالت من أغنى الاقتصادات في العالم، ولكن أيضا تواجه تحديات وصعوبات كبيرة في تطور. فأستاذ فو، كيف ترى أكبر الصعوبات الآن يجب على الحكومة الإدارية أن تواجهها في تطور؟ هل يعتقد أن الحكومة المركزية ستطرح مزيد من السياسات لدعم هونغ كونغ لحل هذه المشاكل؟ نعم، يعني هناك، مع أن قد تطورت تطورا كبيرا جدا في مجال الاقتصاد والتجارة في هونغ كونغ، ولكن لابد أن يعني تواجه هناك تحديات وهناك صعوبات أيضا تواجه لهذه المنطقة. أولا وأهم شيء، وهو الفجوة
التفاجؤ بين الأغنياء والفقراء، لأن دائما تحدث هذا مع التطور الاقتصادي، يكون هناك أغنياء أكثر فأكثر، فربما سيكون هناك الفقراء أكثر فأكثر. هذا هو ربما هناك سبب مهم، هو بسبب الأسعار غالية في العقارات أو في هذه المنطقة. فهذا كل شيء يحدث ليس في هونغ كونغ فقط، بل في كل العالم، في كل الأماكن، في أوروبا، في أفريقيا، حتى في الصين أيضا. فيعني كيف يعني تزيل هذه، تمحو هذه الفجوة بين الأغنياء والفقراء، هو ربما هو أهم شيء. لأن إذا حلت هذه المشكلة بين الفجوة بين الفقراء والأغنياء، ربما في حاجة إلى تزيد من الوظائف العمال، وأيضا بالنسبة إلى فيهم في حاجة إلى تخفيض هذه الأسعار الغالية للعقارات، لكي كل الناس يستطيع أن يشتري أو يؤجر أو يستأجر الشقة، لكي هم يستطيعون يسكن في داخل، ثم يعني تحافظ على استقرار والأمن لهذه المنطقة، ثم ممكن تتطور تطورا مرة أخرى. فهذه مهمة جدا، ولكن كيف نحل هذه المشكلة في العقارات؟ لأن المساحة صغيرة جدا، فكيف عدد السياحة وعدد العمال وأيدي العمل أكثر فأكثر كل سنة. فهناك شيء يمكنهم يعني الدفن هذه البحر لكي توسع توسيع هذه الأراضي، ثم يعني تبني أكثر من أماكن ومساكن والمباني لسكن العمل، ثم سهل عليهم في إذا وجد السكن، ثم هم سيتمئنوا في العمل وفي السكن، ثم أصبحت هذه الأماكن آمنة ومستقر. ربما هذا هو أهم شيء، وهو حل هو مشكلة الأسعار الغالية للعقارات، هو الأهم شيء. فهناك السيد دونغ جياو قال إذا حصن هونغ كونغ فتحصن الصين، إذا تحصن الصين فتكون هونغ كونغ الأحسن. فأعتقد أن مركز الصين أو أيضا الصين البر الرئيسي سيكون القوات الخلفية المعتمدة على هذه المنطقة. إذا كان هناك أي شيء في حاجة إلى مساعدة، أعتقد البر الرئيسي وأيضا الشعب الصيني سيساعدهم مساعدة كاملة. نعم. طبعا طبعا كما قال دائما مسؤولون صينيون، إن بار الصيني الرئيسي أساس ثابت لدعم هونغ كونغ في تطور، ممكن أن تقدم أسواق كبيرة وفرص توظيف كثيرة، ويعني كثير من الفرص للاستثمار أيضا للشباب في هونغ كونغ. ربما هذا سيقدم مستقبل مشرق لتطور هونغ كونغ. فنواصل الحوار بعد الفاصل. فاصل قصير ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد في الحوار. اليوم نتحدث عن إنجازات سياسة دولة واحدة ونظامين في هونغ كونغ. فأستاذة ابتسام، نعرف بعد سنوات من التطور قد حققت بار الصين الرئيسي نهضة اقتصادية كبيرة، وكذلك مع تطور العلماء أصبح الأرض قرية صغيرة، ومع تطور تقنية الإنترنت أصبحت التبادلات أو التعاملات بين مختلف الاقتصادات سهلة جدا، ولكن هذا يعني يجعل يخفف أو يقلل دور هونغ كونغ كقناة الاتصال أو قناة نقل أو قناة لوجستية في العالم. فكيف ترى دور هونغ كونغ في تطورها؟ هل تحتاج هونغ كونغ إلى إعادة تحديد مكانتها في السوق العالمي؟ نعم، لا شك في أهمية المكانة التي باتت عليها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على جميع الصعود المحلية والإقليمية والدولية كمركز مالي عالمي، بالإضافة إلى التفوق التكنولوجي والجاذبية الكبيرة للاستثمار الأجنبي. وهنا يبرز الدور الكبير الذي لعبته الحكومة الصينية المركزية لجعل المنطقة أكثر أهمية مما كانت عليه من قبل. فنرى اليوم أن البورصات العالمية أصبحت وباتت تتسابق لجذب الشركات الصينية إليها، وهذا الأمر يدل على القوة الكامنة للسوق الصينية بشكل عام. لكن الاتجاهات والتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، بالإضافة أو لا سيما تنامي تيار الحمائية،
يفرض على هونغ كونغ الالتحام أكثر بجذورها وأصولها الصينية، وأيضا يجب أن تعمل بجهد كبير للحفاظ على أعلى درجات التنسيق والتواصل والتنمية مع البر الرئيسي الصيني لتضمن مكانتها أو استمرار مكانتها وتواجدها على الساحة الدولية، لأن أي محاولات للابتعاد عن هذا المنهج قد تعجل بزوال بريقها وأيضا تراجع دورها البارز الذي لا زالت تلعبه حتى اليوم. مجمل القول أن على هونغ كونغ ألا تدخر أي جهد لزيادة اندماجها وأيضا التحامها أو ضمن امتدادها الحيوي وشريان حياتها المستقبلية الذي يضمن لها استمرار تنميتها وازدهارها، وطبعا المتمثل نعم. بالبر الرئيسي الصيني. نعم، كل هذه أساليب جيدة لمواجهة جولة جديدة من تصاعد للحمائية التجارية أو الاقتصادية في العالم أيضا، نعم. للحفاظ على مكانة هونغ كونغ كأهم المراكز التجارية في العالم. صحيح. فأستاذ دكتورة فو، نعرف الآن الصين تعمل على تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة عشرة، مبادرة الحزام والطريق، وأيضا بناء منطقة الخليج الكبرى تحتوي غواندونغ وهونغ كونغ وماكاو. فكيف ترى الفرص التي ممكن لهونغ كونغ أن تستفيد منها في هذه المشروعات؟ كما قلت قبل قليل، كل هذه الخطط مثل خطة الثالثة عشرة للخطة الخماسية لبناء الصين، هذه خطة أعتقد تعتمد على أو تتجه إلى داخل الصين، لأن نحن نريد أن نبني الصين بهذه الخطة الداخلية. أما بالنسبة إلى مبادرة حزام الطريق فنحن نتخذها كمبادرة العالمية، فنحن جميع الدول في هذه، ليس الطريق الحزام الطريق بل لجميع العالم الآن. وأيضا بالنسبة إلى هذه المنطقة أو خليج المنطقة التجارية بين هذه المنطقة، فتكون هناك منطقة معينة لبناء هذه الأماكن. أعتقد أن هذه الخطط، هذه الأوضاع وهذه السياسات ستنشيط الاقتصادي في هونغ كونغ وتساعد على حفاظ على مركزها في العالمية في النطاق المختلفة. هذه أهم شيء. وثاني، كل هذه خطط إذا نشطت الصين وحسنت الصين في اقتصادها أكيد ستساعد في تنشيط وتحسين الأوضاع أو أحوال الاقتصادي في هونغ كونغ الكثير، وفي من جذب الاستثمارات وأيضا بتنشيط أو في هذه لثبوت مكانتها في الاقتصاد. وهذا هو شيء مهم جدا، هو كل الناس يعرف وكل الناس يتوقع، ولكن ماذا يجب على هونغ كونغ أن يلعب خلال هذه الخطط وهذه السياسات؟ ماذا أي دورة يجب على هونغ كونغ أن تلعب خلال هذه تنفيذ هذه الخطط؟ أولا يجب على الحكومة المحلية هونغ كونغ أن تلعب دورا مهما جدا في مبادرة حزام الطريق، لأن هونغ كونغ تقع في منطقة مهمة جدا جغرافيا في الباب الجنوبي منفتحة من داخل الصين إلى الخارج، مهمة شيء. فيجب على هونغ كونغ أن يلعب دورا كرابط مهمة جدا بين داخل الصين وخارجها. يمكن أن تربط بين مؤسسات صينية داخلية للمؤسسات العالمية، لأن هونغ كونغ لها تجارب كثيرة جدا وخبرات وافرة جدا مع مواصلات مع العالم الأخرى. أما بالنسبة إلى المؤسسات الصينية الداخلية فتنقصهم هذه التجارب والخبرات، فيمكن أن عبر المؤسسة وتجارب هونغ كونغ تساعد هذه من هذه المؤسسات تخرج من داخل الصين من بر إلى الخارج. هذا أهم شيء يعني. وثاني، بالنسبة إلى الخبرات وتجارب في قيادة وفي إدارة هذه البنوك أو المؤسسات المالية، ربما ليس هناك أي مؤسسات داخل الصين لها هذه التجارب، فيجب على هذه المؤسسات أو تجارب هونغ كونغ تساعد على هذه. فعلى هذه وأيضا يعني على الحكومة تأخذ مساعدات وتأييد ودعم من داخل مركز الحكومة الصينية، فيجب على هونغ كونغ ستلعب دورا مهما جدا في ربط بين هذه المؤسسات. إذا لعبت دورا أكثر ربما يأخذ مساعدات وتأييد من البر أو الرئيسي، يكون هناك مساعدة أكثر. فهذا يعني هذا شيء يعني أقول يعني هذا هو هونغ كونغ ستلعب دورا مهما جدا في يكون بابا مهما في خروج من مؤسسات صينية إلى خارج.
نعم طبعا، فلا شك أن هونغ كونغ ستحافظ على مكانتها كالقناة الاتصال بين الصين والاقتصادات الأخرى في العالم، وهذا ما يثبت مكانتها يعني عالية في مجالات المالية العالمية. فأستاذة ابتسام، نعرف فبعد عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم بسنتين، عدد ماكاو إلى أحداث الوطن الأم أيضا، ويعني بعد هذه السنوات من التطور من العودة الموفقة إلى الحفاظ على الازدهار واستقرار في المنطقتين هونغ كونغ وماكاو، هل ممكن أن نقول إن الصين قد حصلت على تجارب كافية لحل المشاكل التاريخية مثلا في تايوان؟ هل ستستخدم هذه التجارب في هذه المشكلة أيضا؟ نعم، بالنظر باختصار شديد، بالنظر إلى التجربتين الناجحتين في كل من منطقتي ماكاو وهونغ كونغ الإداريتين الخاصتين، وحجم المكاسب الكبيرة ومعدلات التنمية العالية التي تحققت وانعكست على كل النواحي، الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيهما، فمن الأجدى على السلطات التايوانية أن تكف عن إطلاق التصريحات والممارسات الاستفزازية والاستماع لإملاءات الغرب عليها، لأنها ستجد نفسها في النهاية وفي ظل ما يشهده العالم من تغيرات كبيرة معزولة ومن دون أي دور مؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي. وبالتالي فإن من مصلحة السلطات التايوانية الاحتكام إلى لغة العقل والمنطق والاستفادة من دروس التاريخ والعمل على مزيد من التنسيق مع البر الرئيسي الصيني الذي يعتبر الخيار الأوحد لها تاريخيا. فالوطن يجب أن يبقى واحدا، ومن ينسلخ على أصوله وجذوره وتاريخه سيجد نفسه في النهاية على هامش التاريخ. نعم، فدكتورة فو، كما قال أستاذ ابتسام، المشكلة في تايوان مشكلة معقدة ربما مختلفة عن المشاكل في هونغ كونغ وماكاو. فما يعني ما يعني شعوركم بحل هذه المشكلة؟ هل ممكن أن نستخدم نفس يعني تجارب؟ هذه أعتقد الدولة واحدة النظامان، هذه تجربة ممكن نحن نستخدمها في أماكن كثيرة، ولكن بالنسبة إلى حل المشكلة تايوان ربما يكون مختلفة، لأن كانت مثلا هونغ كونغ وماكاو فيجب عليهم يعودوا إلى الصين حسب اتفاقية، يعني هذا هو حل هذه المشكلة الكبيرة التاريخية. أما بالنسبة إلى تايوان فهذا هو يعني يكون هناك مختلف اختلاف كبير جدا، ولكن يمكننا نحن نظهر، لأن في الدولة واحدة يكون هناك نظامان ممكن نحن نحل أي مشاكل، مثلا ممكن نحافظ على خاصة على نحافظ على ازدهار في ماكاو وهونغ كونغ، فلا نغير هذا، لا ننخفض أو لا نقلل مستوى الشعب في الذي يسكن فيه، فهذا هو تجارب مهمة جدا. والثاني بالنسبة إلى الشعب تايوان، فيجب إذا هم يريدوا أن يعني يستمر هذه، لأنهم يعرفون هناك الخلفيات وقوات خلفية يعني ممكن تساعدهم، لأن البر الرئيسي كبير جدا، هو سوق كبير جدا تساعده في تنشيط والازدهار في الاقتصاد هذه الجزيرة وهذه المنطقة. نعم طبعا، ونعرف أيضا هذه المرة سيزور رئيس الشي مشروع جسر هونغ كونغ وجوهاي وماكاو. هذا المشروع يعتبر سيكون أطول جسر يعبر البحر بعد انتهاء بنائه، فكيف تقدر مقاس هذه المشروع؟ يا سلام، هذه هذا الجسر العابر على البحر يكون هناك جسر أطول جسر في العالم، يعني يكون هناك مسافة أول يكون هناك أقل من 50 كيلو متر تقريبا، ويعني بدأت في عام 2009. هناك تنشيط شكرا شكرا على وجهة نظركم، شكرا جزيلا، وشكرا أيضا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.